كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. اولا مساء الخير واهلا بكم معانا، وحلقة جديدة من برنامج شباب على الهوا. زي ما انتم شايفين كده احنا بنحتفل النهاردة بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد سيدنا المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل المصريين طيبين وبخير. كلنا شعب مصر بيحتفل بالنهاردة، وكلنا بنحتفل بكل الأعياد. كل المصريين بيحتفلوا بيها، والنهاردة بالأخص إحنا بنحتفل بالعيد الميلاد المجيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل شعب مصر طيب وبخير. النهاردة طبعا زي ما حضراتكم شفتوا أنا معايا فرقة كورال ترانيم جميلة جدا. أنا بيشرفني النهاردة يكون معايا الدكتور القس تلميذ صادق، والدكتور حاتم تلميذ مرنم وعازف أورج، ومعايا فرقة كورال الترانيم. أنا برحب بحضراتكم معايا. أهلا وكل سنة وحضراتكم طيبين. طيب. يوم جميل وعلينا كلنا، وكلنا بنحتفل بكل أعياد مصر مع بعض يعني. وكل سنة وحضراتكم طيبين. احنا ابتدينا بترنيمة جميلة جدا. يعني هل النهاردة بقى بيبقى يوم الترنيم؟ هو حقيقة النهاردة يوم الفرح الكامل، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فالنهاردة العيد الحقيقي، عيد وجود المخلص أو مجيء المخلص للعالم أجمع. بس حقيقة قبل ما أدخل في الموضوع عايز أقدم تهنئة خاصة للشعب المصري العظيم حقيقة النهاردة، وعايز أقول لكل حد من الشيوخ الأفاضل النهاردة عايد عليا، عايز أقول له كمان كل سنة وانت طيب، عايز أقول لرئيس جمهوريتنا كل سنة وحضرتك طيب يا رئيسنا المبارك، لأن ده مرسل من الله، وحاسس أن الرب أرسله لمصر في الوقت المناسب لخلاص شعب حقيقة كان محتاج لشخصية زي الرئيس السيسي. حقيقة كمان بقدم الشكر للبرنامج الجميل ده، وبقدم الشكر لحضرتك. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا. ربنا يخليك طبعا. يا رب. وحقيقة وكل اخواتي المسلمين النهاردة لما بيقابلوني بالفرحة والبهجة والمعايدة الجميلة، حسيت قد ايه وطنيتنا ما حدش يقدر يخترقها، او ما حدش يقدر يدخل بينا بانقسام في يوم من الايام. احنا المصريين بنحتفل بكل الاعياد. دي حقيقة. كل الاعياد دي حقيقة. مسيحيه مسلمه. انا لسه محتفله بالكريسماس، كل مصر احتفلت بالكريسماس، ويعني في شهر 12 وراس السنه، وبنحتفل النهارده يعني بنحتفل بكل الاعياد. ربنا يجعل مصر كلها اعياد في اعياد. عارفه ليه مصر ايامها اعياد في اعياد؟ لأنها دي بلد الأنبياء والمرسلين، دي البلد اللي الله باركها في كل الأديان. يعني لما تلاقي مصر دي، عشان كده مصر هو يمكن قالوا عليها أم الدنيا، لكن فعلا زي ما قال الرئيس السيسي هتبقى قد الدنيا بنعمة الله. النهاردة بتعملوا إيه بقى؟ يعني إيه مظاهر الاحتفالات؟ أول حاجة بنصحى كده نشكر ربنا، ونقول كده يعني كل واحد طبعا بطريقته، يعني طبعا نقول كده الصباح الفرح والأعياد والروقان، صباح القلب اللي ضحكته صافية وفرحان، صباح زمن الإحسان، ويا رب لينا كلنا كده بنستقبل أجمل فرحة وحياتنا تبقى مليانة سعادة وبهجة وألوان يعني. وبنبتدي بقى بعد كده بقى اللي يقرأ في كلمة ربنا في الكتاب المقدس، يقول آيات تسبيح عبادة، نعيد على بعض، نحتفل مع بعض. عارفة بقى الكعك والبسكويت وفترة أيوة السيارة. أنا عايز أعرف بقى العادات الجميلة، يعني كل واحد يزيد له 2-3 كيلو مثلا. أيوة، ما هو كل مناسبة بيبقى ليها أكلة معينة. أيوة فعلا. إيه بقى الأكلات اللي بتاكلوها؟ الأكلات هي بتبقى طبعا، لأن العيد ده بيبقى متاح فيه، يعني بيبقى طبعا في بقوليات وفي بيصوم انقطاعي،
فبتبقى بقى اللحوم يعني بانواعها. وطبعا بقى اللي بيحب اكل زوجته تعمل له، اللي بيحب اكل مامته يتحايل يروح لمامته بقى عشان تظبطه في يوم العيد. وبتبقى ايام كلها فرحه، وفرح على الشعب المصري والامه العربيه كلها وكل العالم. يا رب يديم الافراح والسلام على الكل، امين يا رب. فدي المظاهر بتاعه العيد يعني. هي حلوه في الكتاب المقدس في سفر ايوب اصحاح 25 كان بيقول: فأجاب بلدد الشوح وقال: السلطان والهيبة عنده، هو صانع السلام في أعاليه، وهل من عدد لجنوده، وعلى من لا يشرق نوره. ويجي سؤال خطير أو فكيف يتبرر الإنسان عند الله، وكيف يزكو مولود المرأة؟ هو ذا نفس القمر لا يضيء، والكواكب غير نقية في عينيه سبحانه. فكان بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود، لكن يجي في رسالة رمية يقول الكتاب المقدس الكلمات الحلوة دي: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، اللي النهاردة بنحتفل بميلاده له كل المجد. فالترنيمة كانت لها خلفية جميلة، عشان كده هم بيرنموها الأولاد. أنا حقيقة كنت حاسس أني فخور بالرب وبرحمة الله اللي فعلا بتيجي للإنسان لغاية عنده. عشان كده في آية بتقول: لا تفتخر بالشر أيها الجبار، رحمة الله هي كل يوم. طبعا الله. طيب نسمع ترنيمة تانية. أوكي. يوم الميلاد يوم ما قلب ليك وعاد، الميلاد بداية حياة، ويا رب كلنا ربنا يدينا طاقة حياة وطاقة أمل وطاقة فرح وطاقة كده خير يا رب على الكل. فيوم الميلاد يوم ما قلب ليك عاد، والأهم من ده أن ربنا يبقى في قلبي، أخاف الله، أتقى الله، أكون عايش حياتي كده بكل مخافة وكل محبة. نلاقي رب يسوع دايما يعلم بالمحبة، بالسلام، بالتواضع، بالقداسة، بالعفة، بكل شيء جميل. ويا رب الجمال كله يملأ قلوبنا وكل الشعب يبقى فرحان. وأنا مبسوط كثير يعني بالترانيم وبحضرتك وبابا الأسيس وبالشباب الرائعين وبالمعدين والمصورين ومهندس الصوت. يعني عايز أشكر الكل وكمان المشاهدين الرائعين. قولوا معانا وافرحوا، قول: يوم الميلاد يوم ما قلب ليك وعاد وناد.